نشرة رئيسة لأهم الأنباء، أهلا بكم. نبدأها بأهم ما فيها. شيوخ ووجهاء الأنبار يعلنون دعمهم للعيساوي ويحذرون من المعيب التنازل عن استحقاق المحافظة. مجلس الأمن الدولي يناقش الأزمة في العراق، والأمم المتحدة تدعو لإنهاء الفراغ الدستوري بانتخاب رئيس للبرلمان. تقرير أممي يحذر من تداعيات خطيرة لقرار وزارة التربية، إغلاق الممثلية في الإقليم يهدد مصير 160 ألف طالب. أهلا من جديد. أعلن عدد من شيوخ ووجهاء الأنبار دعمهم للنائب سالم العيساوي في ترشحه لمنصب رئاسة مجلس النواب لخبرته في العمل الاجتماعي والسياسي، لافتين الانتباه إلى أن منصب رئيس البرلمان هو من استحقاق محافظة الأنبار. أن منصب رئيس مجلس النواب هو حصة محافظة الأنبار لهذه الدورة، مع اعتزازنا واحترامنا وتقديرنا لكافة المحافظات العراقية. ومن المعيب ترك استحقاق المحافظة، إذ نطالب أعضاء مجلس النواب لهذه المحافظة بالوقوف مع أهلهم بأن لا يخرج هذا الاستحقاق منا، وستكون وصمة بتاريخهم إن ضيعوا حقوق الجماهير الأنبارية مهما كانت الأسباب. لذا من هنا نعلن دعمنا لشخص النائب سالم مطر العيساوي لما يمتلكه من إمكانية في المجال السياسي والاجتماعي، حيث لديه خبرة كبيرة في العمل النيابي والسياسي في العراق. إضافة إلى هذا، نطلب من الشركاء البلد أن يقفوا مع حق هذه المحافظة الجريحة المعنية بهذا الاستحقاق، وأن ينتفضوا لأهلهم في كل المحافظات، وخاصة في المحافظات الغربية التي تنتظر من شركائنا في الوطن هذا الموقف كي يعزز وحدتنا الوطنية. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسته الخاصة بمناقشة الأوضاع في العراق، وأوضحت الأمم المتحدة أن شغور منصب رئيس البرلمان لأكثر من 5 أشهر أمر مثير للقلق، مشددة على القادة السياسيين الاتفاق لحل وإنهاء الفراغ الدستوري في البرلمان، داعية لحسم التصويت على الحكومتين المحليتين في ديالى وكركوك، بينما انتقدت الأمم المتحدة استمرار الإفلات من العقاب في العراق، مؤكدة على اعتماد إطار قانوني وطني واضح لتجريم العنف وتعزيز محاكمة المتورطين به. هذا وحذرت الأمم المتحدة من تداعيات وخيمة على آلاف الطلبة في حال تطبيق قرار إغلاق ممثلية التربية في الإقليم. وأوضحت الأمم المتحدة أن قرار وزارة التربية إغلاق مكاتب ممثلياتها في الإقليم يهدد مستقبل 160 ألف طالب، مؤكدة أنه ما يزال النازحون في العراق يواجهون ظروفا استثنائية مع قرار إغلاق المخيمات، مبينة أن إغلاق مخيمات النزوح يجب أن يكون مشروطا بتوفير الحلول للنازحين منعا لحدوث نزوح ثانوي. وكانت منظمة Human Rights Watch حذرت من إغلاق المخيمات ومخاطر العودة الإجبارية، والنازحون يؤكدون لا عودة دون ضمانات حقيقية. على مدى عقد من الزمن تدور رحى الفصول والسنوات بهم وتتركهم في عداد البؤساء والفقراء والجياع، فلا أحد منهم يريد البقاء إلى الأبد داخل المخيمات. هذا ما أوضحه نازحون عدة لقناة الفلوجة، ولكن بشرط التوفر الأمني وإعادة الإعمار وإطلاق التعويضات. احنا طبعا لا يمكن أي نازح يتمنى أن يبقى في هذه الحال، يتمنى عودته إلى مناطقه حتى يعيش باقي الشعب العراقي. لكن هناك أناس الموجودين في المخيم ناس فقراء ما عندهم أموال يبنون بيوتهم المهدمة. وين يرجع؟ بيته مهدوم وين يرجع؟ يعني غير يوفروا له يعني مثل يعني سكن، راتب شهري، راتب رعاية، يعني
خدمات يلا يرجع. يوفرون للعالم يعني هاي الخدمات لهم، يعني هذا اللي ما عنده بيت ما اقول لك الا يشتروا له بيت، بس ينطونه في التعويض يعني يقدر يرجع يبني مستقبله من بدايه. يعني هسه اذا يرجع مباشره وين يروح؟ في المقابل سلط تقرير لمنظمه هيومن رايتس ووتش المعنيه بالدفاع عن حقوق الانسان على ملف اغلاق المخيمات، وقالت ان العوده الاجباريه للنازحين الى مناطقهم يضاعف من آلامهم ويهدد حياتهم، فوزارة الهجرة تساهم في زيادة الوضع مأساوية خاصة لنازحي سنجار، فالعودة يجب أن تكون آمنة وطوعية. نتمنى كل أفراد وكل عوائل بالمخيمات أن يرجعوا إلى مناطقهم الأصلية ويعيشوا بحياتهم مثل ما كانوا قبل، لكن للأسف ده نشوف يعني أكثرية المناطق لحد الآن ما بها خدمات، أكثرية بيوت الناس مهدمة، ماكو أي مساعدة من الحكومة، ماكو إعمار لبيوتهم. حكومة الإقليم من جهتها تخير النازحين بين العودة الطوعية أو البقاء لأنهم ضيوف لديها، فيما تدفع وزارة الهجرة بعودة إجبارية خلال شهر تموز المقبل، وتضع النازحين أمام خيارات صعبة. منظمات دولية توجه انذار شديد اللهجة إلى وزارة الهجرة والمهجرين، عليكم بالتريث بإيجاد حلول واقعية قبل المجازفة بعودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية. بشير الحسن، قناة الفلوجة، أربيل. يوسف حسين 30 من ذوي الاحتياجات الخاصة في مخيمات بزيبز بالأنبار، نموذج من المعاناة التي يعيشها النازحون تحت خيامهم المهترئة. تحت كل خيمة هنا قصة إنسانية لا يعرف مرارتها إلا من يكابدها. يوسف حسين علي ذو 30 عاما يعيش مقعدا على عربته التي فاقمت مأساة النزوح بعد إصابته بمرض شل حركته قبل 10 سنوات، وهو لا يقوى على توفير علاجه لأنه المعيل الوحيد لعائلته المكونة من 8 أفراد وتسكن تحت خيمة مهترئة في مخيمات بزيبز. يقول يوسف إنه يتمنى لو كانت أعضاؤه تعينه على الحركة من أجل توفير لقمة العيش لأطفاله. والله أنا مريض معوق ما لحد، بس أنا اللي بس الله. أنا تحت شو أقول لك، خبز العائلة ما عندي، إذا بس أقف أقع أمشي وأقع، ما لحد أنا ما لحد، تحت شو أقول حتى راتب رعاية ما عندي. نزوح قسري وحرمان من العودة إلى الديار يفوق حجم الألم الذي يعانيه هذا الشاب وأمثاله العشرات في هذا المخيم، فيما تطالب عائلته بتوفير علاجه وإجراء عملية جراحية له. وإحنا يعني ما نملك شيء بهاي الدنيا، بس هاي الخيمة اللي يقاتلنا بالصيف يقتلنا الحرب، وشتاء يقتلنا البرد، وما عندنا غير بس الله وها هي، والناشد الناس الخيرة. أنت التفتنا بهذا أخويا مريض معوق، والله العظيم صار له هواي فترة حيل طويلة، يعني هسه بدنا نوديه للطبيب، ما عندنا، حالتنا صعبة. هذا ويؤكد نازحو جرف الصخر والعويسات أنهم بانتظار قرار حكومي ينهي عقدا من المأساة ويسهم بحسم ملف نزوحهم الذي طال انتظاره. من الأنبار، أحمد ناجي، قناة الفلوجة. في محافظة الأنبار، أكد مدير زراعة المحافظة خالد خلف أن موسم حصاد الحنطة في قضاء القرمة يبشر بخير ويسير دون أي معوقات. بدورهم ثمن فلاحو قضاء القرمة في محافظة الأنبار جهود وزارة التجارة في تسويق الحنطة بعد انطلاق الموسم التسويقي للعام الجاري. نستبشر إن شاء الله الخير بالحصاد الموسم لسنة 23-24 ضمن منطقة الجزيرة، أي ضمن زراعة الجزيرة اللي موجودة ضمن القاطع القرمة. فالعمل الحمد لله إن شاء الله نستبشر خير، أي معوقات أي إشكالات إن شاء الله ماكو، الحصاد موجود والحنطة كما ترونها حاليا جيد جدا، التسهيل موجود والاستلام مباشر.
أي تعطيل ماكو بالنسبة للفلاح. حقيقة حسب توجيهات دولة رئيس الوزراء المحترم بانطلاق موسم الحصاد لهذا العام 23-24، قامت كوادر مديرية زراعة محافظة الأنبار بالاطلاع والوقوف على الحصاد لهذا الموسم في قضاء القرمة. حقيقة هذا الموسم يبشر بخير من خلال كثرة المرشات المحورية في هذا القضاء، وتتميز حقيقة يتميز قضاء القرمة بزراعة محصول الحنطة. امتلاء سد دربنديخان في ديالى يبشر بانتهاء أزمة شح المياه التي عانت منها المحافظة لسنوات طويلة. تفاصيل أوفى في التقرير الآتي. بطاقة تجاوزت 2.5 مليار متر مكعب من المياه امتلأ سد دربندخان المغذى الرئيسي لبحيرة حمرين. هذا السد الحيوي سيرفد محافظة ديالى بنسبة تفوق 90% مياه وفيرة بعد سيول قادمة من دول الجوار وأمطار غزيرة، والتوقعات بارتفاع المخزون المائي لديالى في الأيام القادمة بعد ذوبان جميع الثلوج في إقليم كردستان. شهدنا زيادة في كثافة سقوط الأمطار والسيول وزيادة الإطلاقات المائية من دول الجوار. هذا التغير المناخي اللي حصل حقيقة أدى إلى امتلاء سد دربندخان اللي يعتبر هو مغذي رئيسي إلى سد حمرين اللي محافظة ديالى تعتمد على 80% من احتياجاتها المائية. وهذه الزيادة في سد دربندخان حقيقة حتما ستنعكس ايجابيا وانعكست. حاليا احنا مناسيب المياه في سد حمرين جيده ونعتبرها مقبوله جدا. اكثر من 500,000 دونم زراعي سترتفع الخطه الزراعيه للموسم القادم بعدما الغيت لسنوات طويله بسبب شح المياه. ديالى التي يعتمد فيها ما يقرب من 400,000 مواطن على الزراعه كمصدر رزق رئيسي هددت ارزاقهم بعد هدر المياه في عام 2019، واليوم تشهد عوده الفلاحين لاراضيهم. هذا سيعزز من الخطة الزراعية للموسم القادم. احنا الموسم الحالي كان عندنا داخل الخطة ما يقارب 322,000 دونم، نتوقع ان يصل الى 500,000 في الموسم القادم. فيما يستمر الخوف لدى الأوساط الشعبية في ديالى من فتح المياه صوب نهر دجلة وبكميات تفوق الإطلاقات العادية، مما قد يحرم ديالى من هذه المياه ويعود الشح من جديد وتساهم بموت الأراضي الزراعية. هناك بصراحة تخوف، وهذا التخوف من حق أصحاب البساتين أنه ربما هناك مسائل بهدر المياه. أنباء أو أخبار تقول أنه كش بالنية إطلاق كميات من المياه وإيصالها عبر نهر دجلة ثم إلى المناطق الجنوبية. وبعد وفرة المياه وانتعاش الزراعة يتوقع خبراء بتحقيق الاكتفاء الذاتي للمحافظة من المحاصيل الزراعية والخضروات عكس السنوات السابقة التي تستورد من دول الجوار في موسم قطاف المحصول المحلي. من محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة. بعد عودة الحياة إليها، المنظمات البيئية والأهالي على حد سواء يطالبون بإدراج أهوار أم الودع ضمن لائحة التراث العالمي وزيادة الإطلاقات المائية وإطلاق أصبعيات الأسماك الصغيرة لتعويض النقص الذي حدث خلال سنوات الجفاف. الحياة تعود إلى أهوار أم الودع بعد موجة الأمطار الأخيرة، ليطالب الأهالي هنا بزيادة الإطلاقات المائية وأطلاق أصبعيات الأسماك الصغيرة لتعويض الأسماك التي نفقت خلال سنوات الجفاف لإعادة الحياة لمملكة القصب هذه. الحمد لله والشكر إجا الماي، بس الحمد لله والشكر سمك ماكو، لأن احنا نطالب الحكومة المحلية بإطلاق أصابع من الأسماك للأهوار خاطر الوادم. وين تروح الوادم؟ لأن احنا عيشتنا على الماي، تعرف كل زين، احنا عيشتنا على الماي، على الطيرة وعلى السمكة وعلى القصبة. هذا شوي الاطلاقات مال الماي بسبب الامطار، والله مو سبب الحكومه. احنا مره ثانيه نطالب الحكومه المحليه والحكومه المركزيه.
منظمات بيئية وحكومية طالبت بإدراج هذه البيئة الأهوارية ضمن لائحة التراث العالمي كحال أهوار تشبايش، حيث تمتد أهوار أم الودع على مساحة تقدر بأكثر من 90 كيلومتر مربع، والتي تتنوع فيها الحياة الطبيعية والبيولوجية، إضافة إلى أنها جزء من أهوار الحويزة. حقيقة دارت بيئة سوق الشيوخ باشرت بهذه الإجراءات وحررت طلب وكتاب رسمي إلى وزارة البيئة للجهات العليا بإعلان أم الودع محمية طبيعية. طبعا هذه المنطقة هي تابعة إلى قضاء قرمة بن سعيد، فيها خصائص طبيعية كثيرة، فيها تنوع بيولوجي، هي امتداد تاريخي وحضاري للحضارة السومرية. وإذا الوزير زراعة تزويد والاهتمام أن يهتم بالأهوار وتزويد الأهوار بالأصبعيات، وأيضا الوزير زراعة أيضا يدعم المواشي للمواشي، ناس معتهم 6000 رأس ماشي انتهى بالجفاف ذاك، الآن رجعوا رجعناهم جبناهم من الفرات الأوسط ورجعناهم له مكاناتهم، يريد الدولة تدعمهم. محمية طبيعية بثروة سمكية هائلة وعشرات أنواع الحيوانات والطيور المقيمة ومحطة استراحة لآلاف الطيور المهاجرة. هذه هي أهوار أم الودع، والتي تطالب منظمات محلية والأهالي هنا بإعلانها محمية طبيعية من ضمن لائحة اليونسكو. من ذي قار، سعد الركابي، قناة الفلوجة. أطلق رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني مشروع مجاري ناحية الوحدة الاستراتيجي جنوبية بغداد، مبينا أن كلفة مشاريع مياه الصرف الصحي ضمن الاتفاق العراقي الصيني في العاصمة أكثر من تريليون دينار، مؤكدا أنه لا يمكن الانطلاق بمشاريع اقتصادية في مدن تفتقر إلى البنى التحتية التي تعاني منه المحافظات العراقية بينها بغداد العاصمة. اليوم على بركة الله نضع حجر الأساس لهذا المشروع الخدمي الاستراتيجي الذي طال انتظاره منذ عام 2012 في ناحية افتقرت لكل مقومات المشاريع الخدمية للأسف طيلة السنوات الماضية. لا يمكن أن نتأخر كثيرا بعد اليوم عن مشاريع بنى تحتية أساسية، فشبكات مياه الصرف الصحي وشبكات مياه الشرب والطرق البلدية وخدماتها والمدرسة والمركز الصحي وشبكة الكهرباء، هذه بنى تحتية أساسية، وهي أيضا من مقومات تحقيق التنمية الاقتصادية. لا يمكن أن ننطلق نحو مشاريع بنى تحتية مشاريع اقتصادية في مدن تفتقر إلى البنى التحتية. أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أحمد العابي في تصريح خاص لقناة الفلوجة الشرائح المشمولة وغير المشمولة بقانون العفو الخاص، مشيراً إلى أن من خصهم القانون شملوا لدواع إنسانية ومجتمعية. طبعا هنالك مخاطبات من رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية بخصوص العفو الخاص الذي يشمل الأحداث والنساء العراقيين حصرا ممن هو أكمل مدة سنة أو باقي له سنة أو حكمه سنة، يشمل بقانون العفو الخاص لدواعي إنسانية ولدواعي مجتمعية لغرض اندماجهم بالمجتمع لأهمية هذين الشريحتين في المجتمع. حقيقة هذا القانون لا يشمل من شمل بعفو سابق، ولا يشمل جرائم المخدرات، ولا يشمل جرائم القتل، ولا الإتجار بالبشر، ولا يشمل الجرائم الإرهابية التي تمس بأمن وسيادة البلد. أمنيا، عقدت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية المؤتمر الثاني لمكافحة المخدرات بحضور محافظي الفرات الأوسط والجهات المعنية لمناقشة تعديل قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فضلا عن التنسيق الأمني بين المحافظات. أكد المؤتمر على ضرورة الاستمرار في التواصل مع وزارتي الداخلية والصحة
من خلال الاطلاع على إجراءاتها في مكافحة الظاهرة الخطيرة واتخاذ الإجراءات التشريعية والرقابية الخاصة بذلك الملف، والتجديد على احتواء الشباب وإيجاد فرص عمل لهم وإدخالهم في برامج توعوية. بحمد الله سبحانه وتعالى، كل الأخوة الأعزاء شاعرين بأهمية هذا الموضوع، ومن أجل أنه إجراء تعديلات على القانون الخاص بهذا الفقرة القانونية اللي تخص مكافحة المخدرات، وأيضا دعم أجهزتنا الأمنية في محافظة النجف الأشرف والمحافظات الأخرى، وأيضا التنسيق الأمني ما بين المحافظات لدراسة خطورة هذه الآفة الخطيرة لسبيناء الإرهاب الصامت الذي دخل إلى بيوتنا بدون استئذان، وصل إلى أبنائنا وبناتنا في طلاب المتوسطة والإعدادية والجامعات. ومع كل الأسف تعرفون جنابكم كان سابقا العراق ممرض المخدرات، اليوم مع الأسف أصبح من الدول المستهلكة للمخدرات. فاليوم واجبنا جميعا، واجب كل الحقيقة الأجهزة التنفيذية والإدارية والأمنية، وتكلمنا قلنا ابتداء من البيت إلى أعلى رأس هرمي الدولة العراقية. يجب الاهتمام وتحصين الشباب من خلال إيجاد فرص عمل لهم من خلال المشاريع الصغيرة، من خلال القروض الميسرة. ويجب طالبنا إخواننا بمجلس النواب بالضغط على الحكومة الاتحادية بتوفير فرص عمل من خلال المشاريع الصغيرة والقروض الميسرة، لأن ما موجود حاليا من يعني عمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لا يكفي لسد احتياجات الشباب. الأهم من هذا كله هو تحصين الشباب. في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية صدور قرابة 100 حكم بالإعدام والسجن المؤبد بحق مدانين بتجارة المخدرات محليين ودوليين خلال العامين 2023-2024. اختيار مشروع الجواز الإلكتروني والفيزا الإلكترونية للعراق كأفضل نظام إلكتروني متطور عالمياً لعام 2023 المرتبة الأولى خلال التقييم الذي أجرته منصة مينيدكس العالمية. هذا كان مؤتمر في دبي قبل 3 أيام، وتم اختيار العراق كأفضل جواز إلكتروني ومشروع عالمي خلال 2023، وهذا يحسب للجنسية العامة ويحسب لوزارة الداخلية هذا الأداء الرائع. المخدرات تمكنت وخلال أسبوع من ضبط 8 كيلوغرام من المواد المخدرة و2000 من الحبوب والمؤثرات العقلية، 200,000 طبعاً، فيما ألقت القبض على 123 متهم وصدرت أحكام بحق 98 متهم. أيضاً أحكام الإعدام وصلت في بحق تجار المخدرات إلى ما يقارب 100 حكم إعدام خلال العام الماضي وهذا العام بحق تجار مخدرات دوليين ومحليين، وأحكام بالسجن المؤبد ومعالجاتنا للمخدرات مستمرة. لن نتوقف في هذا الملف، هذا الملف ملف مهم يهدد أمن البلد، لذلك سيكون ضغط عالي جدا باتجاه جريمة المخدرات. في خطوة تصعيدية، أعلن أصحاب الشاحنات الحوضية في العراق عن إضراب مفتوح إلى حين تحقيق مطالبهم المتمثلة بتوفير مسار موحد لشاحناتهم وتخليصهم من الإتاوات. تفاصيل أوفى في التقرير الآتي. الشاحنات الحوضية في عموم العراق تطفئ محركاتها لإعلان إضراب مفتوح إلى حين تحقيق مطالب أصحابها، حيث أعلن أصحاب الشاحنات الحوضية أو الصهاريج عن إضراب مفتوح إلى حين تحقيق مطالبهم، والتي على رأسها توفير مسار موحد لهم بدل المسارات القديمة، لأن المسارات الحالية تؤخرهم أياما عدة وتشكل خطرا على حياة المواطنين كونهم ينقلون مشتقات النفط الخطيرة والتي وصفوها بالقنبلة الموقوتة. احنا سواق صهاريج العراق احنا ضراب مسوين وما نطلع للعمل الا تتحقق مطالبنا.
إلا تتحقق أحضار مو بس النجف، كل العراق، كل العراق من شمال إلى جنوب، فإلا تتحقق مطالبنا. نطالب رئيس الوزراء، نطالب وزير النفط، خلينا يباعون هالشريحة المظلومة يا أخي. إحنا المسار واحدة نقطة من النقاط، المسار أنا أطلع منه أنا يفرني 50 كيلو يلا يدخلني البغداد، هذا كله صراف علي وكله جهد وتعب، يطلبوني من نص الزحمات وأنا شايل القنبلة موقوتة. فهاي السونارات نجي إحنا واقفين، كم حادث بحادث صار، إجا سايق راح البريك مالته، اجى دعم له صهريج، انفجر الصهريج، حرق له 4-5 سيارات، صارت بالبصره 5-6 حوادث بغير مكان صارت. طالب بمراقبه الساحات اللي مخصصه للتناكر وللوري، اللوري هذا هم بشر وتعبان ولازم طريق ومقدم خدمه، نتمنى من الدوله ان تراعينا، تدز مندوب تشوف هاي البشريه مرتاحه، يوقف بالسونار ينام على التبليط بهذا الصيف. مراقبون حذروا من أزمة قد تحصل في محطات الوقود خلال الأيام القادمة، لأن عملية نقل الوقود إلى المحطات قد تتضرر بسبب امتناع أصحاب الشاحنات عن العمل، وهذا قد يتسبب بشلل تام في الشوارع ويؤثر على حركة السير الطبيعية. بالحقيقة كل إضراب يتسبب بتعطيل الشاحنات الكبيرة وخاصة الشاحنات اللي تنقل الوقود والمشتقات النفطية، هذا راح يؤثر بالتالي على المواطن، راح يعيق حركته، راح يعيق وصول المواد النفطية والمشتقات النفطية إلى البنزينخانات، من البنزين النفط الغاز غيره، هذا راح يؤثر بشكل سلبي على المواطن. اليوم على الحكومة العراقية أن تستمع إلى مطالبهم. وطالب أصحاب الشاحنات بتخليصهم من الأتوات التي تؤخذ منهم على طول الطريق من جهات رسمية، مشددين على ضرورة إنصافهم لأنهم الشريان الرئيسي للاقتصاد، ومضى على ظلمهم سنوات طويلة دون أن يلتفت إلى حالهم أحد. من النجف، طاهر العساف، قناة الفلوجة. بمبادرة متميزة من صاحبه إعادة افتتاح مقهى البرلمان التراثي في السماوة والذي شيد في ثلاثينيات القرن الماضي. ما بين نهر الفرات وأزقة مدينة السماوة القديمة، مكان يبدو من الداخل كمتحف صغير يحتوي لوازم ومقتنيات وصور لأحداث تاريخية وشخصيات يزيد عمرها على 90 عاما. إنه مقهى البرلمان التراثي الذي شيد في ثلاثينات القرن الماضي وأغلق عام 2000، أعاده للحياة مجددا المهتم بالتراث عماد فنين بمجهوده الذاتي، حبا منه لمدينته وتراثها الأصيل. مقهى البرلمان تأسست عام 1933، شغلها المرحوم عباس الواعي. هاي فكرة المقهى تبلورت عندي من زمان، وكانت نيتي يعني من زمان أفتح مقهى شعبي، لأن مدينة السماوة مجردة من وجود هيك مكان يلم هيك مقتنيات وتحف ونوادر تخص مدينة السماوة، من ضمنها هذا الميز وهذا الدخل. يحمل بين جدرانه كثيرا من الإرث الحضاري والتاريخي والجمالي لعبق التراث ونسائم التاريخ، فكل شيء فيه يذكر بالماضي، يستهوي رواده لإعادة الذكريات الجميلة فيه لأحداث المدينة ورجالها الذين كانت لهم عناوين بارزة خلال اللقاءات وأثناء تجاذب أطراف الحديث فيما بينهم. الخطوة اللي قام بها الأخ عماد بإعادة إنتاج هذا المقهى بالشكل المشابه للشكل اللي تم تأسيسه بعام 1933 خطوة مهمة جدا، وأعطى انطباع مهم لكل من يشوف هاي المقهى بأنه أكو مجتمع يهتم بالتراث. الصحف هنا جريدة التآخي، جريدة الأهالي، جريدة حزب الوطن الديمقراطي، فكانوا كل ممثلين الأحزاب الوطنية تجلس بهاي المقهى ويصير نقاشات راقية يعني جدا. هذه المقهى كانوا يركزها وجهاء السماوة من الشيوخ، من شيوخ العشائر ومن جميع طبقات المجتمع. يختزن هذا المكان ذكريات تحكي قصصا عن الزمن الجميل يفوح منه عبق تراث السماوة الاجتماعي والسياسي، لا زالت جدرانه تسرد حكايات من رحلوا، فكم من نزاع خض فيه
وكم من تشكيل سياسي خط على موائده. يحرص عماد بجعله معلما تاريخيا كونه يمثل عراقة مدينة لا يمكن لها الاندثار. من المثنى نجم الحميد، الفلوجة الفضائية. ختام هذه النشرة هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. شيوخ ووجهاء الأنبار يعلنون دعمهم للعيساوي ويحذرون من المعيب التنازل عن استحقاق المحافظة. مجلس الأمن الدولي يناقش الأزمة في العراق، والأمم المتحدة تدعو لإنهاء الفراغ الدستوري بانتخاب رئيس للبرلمان. تقرير أممي يحذر من تداعيات خطيرة لقرار وزارة التربية. إغلاق الممثلية في الإقليم يهدد مصير 160 ألف طالب. المزيد من التفاصيل حول هذه الأخبار وغيرها تجدونها على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بعافية.